بابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن سعادته بزيارته للمرة الثانية للقنصلية المصرية في نيويورك، وذلك أثناء زيارته الرعوية للولايات المتحدة الأمريكية. وقال البابا إنه يحرص في كل زيارة لأي دولة بزيارة القنصلية المصرية المتواجدة بها، وأضاف مازحا: لي حوالي 3 أسابيع هنا ومصر وحشتني جدا ومش عارف أنتم قاعدين إزاي بتقعدوا هنا سنين، مشيرا إلى أننا نفتخر في مصر كحقيقة ليست مجرد كلام، لأنها وطن عظيم في حضارته وتاريخه وجغرافيته ونسيجه وخصوصيته. سيادة السفير، يمكن عايز استفيد من خبرتك في الشأن الخارجي، يعني دور اللي بتلعبه الكنيسة بالنسبة للمواقف المصرية بشكل عام وصورة مصر ودعم صورة مصر في الخارج، حضرتك شايفاه ازاي؟ الحقيقة الكنيسة المصرية بتوجهاتها المختلفة، وأنا عايزة أتكلم أنها على المستوى الداخلي والخارجي. الحقيقة كنيسة وطنية مخلصة ترى في مصر وطنها. خلينا نفتكر ما قيل من أن مصر ليست وطن نعيش فيه ولكن وطن يعيش فينا. فبالتالي أنا الحقيقة يعني بفتخر بوجود الكنيسة المصرية بهذا النوع من الرعوية للمواطنين داخليا وخارجيا، وفي الوقت نفسه بأنها بتقوم بهذا الدور. أنا أتذكر جيدا أيام ما كنا بننزل التحرير في يناير 2011، وإزاي كانوا رجال الدين المسيحيين والأقباط بيعملوا يعني الحقيقة كانت روح وطنية متجلية، وهذا موجود حتى من أيام ثورة 19 لحد دلوقتي. خلينا نفتكر كمان أن الكنيسة القبطية في مصر لها تاريخ طويل، ما هيش كنيسة وليدة ولا كنيسة حديثة، دي كنيسة لها حوالي 2000 سنة. فبالتالي احنا لابد ان احنا يكون ده مصدر فخر لينا ويشرفنا الحقيقة بمقولة البابا ان هو بتوحشه مصر والكلام ده، بيدل الحقيقة على الإنسانية وعلى التقدير، وبيمثل نموذج للمصريين في الخارج ان هم يفتخروا ببلدهم ويساندوها ويدعموها سواء كان داخليا شؤونا داخلية. وأعتقد ان الكنيسة المصرية دلوقتي بتقوم بأدوار مهمة جدا في جلب الشباب المصريين اللي من أصل مصري من الأجيال الثانية والثالثة للمصريين اللي كانوا متواجدين في الخارج للتعرف والتقرب من بلدهم أكتر وأكتر. وأعتقد أن ده دور مشرف ووطني وجميل للكنيسة المصرية، لابد أن احنا نقدره لها.